اليوم بدي انزل مقطعين. في المقطع الاول بنسوي فتح علبة بلبل برايم ابوكاليبس وريجاليا جينيسيس، وفي المقطع الثاني بننزل بلبل تشوزت سبريجون. وبدي انزل المقطع الثاني اليوم الساعة 4:30، عشان هيك خليكم مجهزين الاشعارات، عشان بدي انزله اليوم الساعة 4:30. يلا خلينا نبلش مع المقطع. السلام عليكم شباب، اليوم بنسوي فتح علبة بلبل برايم ابوكاليبس وريجاليا جينيسيس. هذا برايم ابوكاليبس وهذا ريجاليا جينيسيس، ومعاه اخرى بلبلين كوزميك دراجون وهنا ريس فافنير. هذا بلبل برايم ابوكاليبس وهذا ريجاليا جينيسيس مع اخرى قاعدة اسطورية راح اورجيكم اياها في المقطع. هاي هون عن الجنب، وهاي من هون من ورا. يعني العلبة معدوم شوي، شريته من الصين. اللي بقول لي هذا ملكي طب عليه فيروس كورونا، لا انا شريته قبل ما يبين الفيروس، عشان هيك طبعا من شركة مشهورة فليم. ويلا خلينا نفتح العلبة. انا يعني البلبل فاتحه من زمان، انا نسيت اقولكم انه في كمان القطع اللي بتيجي معه بلبل ريس فافنر، بتيجي معه حديدة ستينج اسمها ستينج، وقاعدة تريك اسمها، وبلبل كوزميك فال دراجون بيجي معه فانغارد اللي هي نفس حديدة بلبل فينوم ديابولوس. هاي هي ياسا، وقاعدة ريفولف اللي هي قاعدة بلبل خفاش النار، وبرايم ابوكاليبس بيجي معه زيرو ديسك او حديدة صفر، والقطعة هاي البلاستيكية فريم اسمها داجر، هي تبعت بلبل سيف القاطع تبع الجزء الثالث، وبتيجي معانا قاعدة اسمها التيميت ريبوت داش، اما هي بيني هون اتيرنوس داش، هي قاعدة بلبل الدوام الجارفي. عندنا هون ريجاليا جينيسيس مع مع القاعدة اسمها هاي بريد، هي قاعدة اسطورية اسا بورجيكو اياها في المقطع فوكس. ويلا نبلش. هاي هي القطع اسا بجمع لكم اياها وبورجيكو عليها. والقاعدة كمان هي مش بتذكر اسمها، هاي كمان تيجي مع بلبل براثن النصر الجزء الرابع اللي بيمتص الطاقة، تقدر هيك توقفها في الحلبة وهو البلبل المركب، صار البلبل يقع فيه وصار يفتن او يخبطه بصير يفتن على الشمال. هات نشوف الاسنان اذا قوية ولا مش قوية. صراحة الاسنان منيحة، عندنا هون بلبل ريس فافنير، هو اجا القطع تبعته نفس اللي اجت بالصورة. عندنا هون بلبل قاعد حديد الستيج، هاي بتهز هيك. وعندنا هون درايفر تريك، هاي الدرايفر تقدر هيك تطلع. تقدر تطيروها من هجوم لقدرة على الاحتمال. هو بلبل الشمال يعني بيفتل على عكس عقارب الساعة. جاتو هذا جهاز الإطلاق اجا معاه، هو كان منيح بس انا يعني عشان لعبت فيه خرب، بطل يسوي ليك خرب، فعشان هيك يعني صابني اكتئاب معدي، امراض غريبة صابتني بمزح. اسا بدي
اروح اوريكو التست سبين او اختبار الدوران ترجمة حرفية لكل بول، وبعدين نسوي مباريات بين البلابل. يلا خليكم على المقطع. اقولكو اذا وصلت المقطع هذا 10 لايك راح اباري هذول برايم ابوكاليبس ورجاليا جينيسيس ضد كل بلابل البي باتل بير. عشانك وصلوا المقطع 10 لايك، وراح انزل هذا المقطع.